واخيرا، هل انت واعي بالمزارق قشور البنان اللي كتشهر بهم مدينه طنجه؟ شكرا. شكرا استاذ. بالنسبه للشروط، انا ما عملتش الشروط، كنت راح يعني نخدم في الخليج لي pour un projet financier. بصراحة من بعد بدلت النظرة ديالي، وغير الصباح كانوا يكلموا فيا جماعة يعني في الخليج، قالوا لي طلع في الحق. قلت لهم والله غير الصباح، قال لي والله. قلت لهم خلاص خديت موقفي، يعني ما كانش شروط، كان شروط تاع العمل، لو مينيموم اللي نقدر نلقاه باش نخدم، لو مينيموم اللي نقدر نلقاه باش نفكر، المينيموم اللي نقدر نلقاه بين اللاعبين اني فيكتيف. شرطت الفيكتيف باسكو من غير الفيكتيف انا ما عنديش العصا السحريه بصراحه. وكي تجيب مورينو نفس الشيء، وكي تجيب كابيلو مع بعضهم نفس الشيء، راه الفو تكون افكتيف صحيح باش نقدروا نمشيو للامام. هذه لا دوزيام كيسيون. ثروازيام كيسيون، ماشي هو هذا السؤال ليك. تكلمتي على الفريق، تكلمتي على اللاعبين، قلت لي الشروط. شنو هي الشروط اللي شرطتي على الرئيس واللي معاه؟ الافكتيف على الرئيس واللي معاه. واش تحب؟ مكسب ما يدخلولكش في الامور ديالك. اقول مكسب كابتن، راني عندي 52 سنة في عمري. كاين شكون اللي داخل؟ كل واحد عنده المهنة ديالو، كل واحد مش ممكن باش يجيبوا مدرب يخلصوه ويعطيوه شهرية ويديروا له هذه ويديروا له هذه، علاش يديروها هما وخلاص؟ يبدلوا الشهرية. يكون الاحترام، يكون التشاور، نتكلموا، لكن كل واحد عنده مسؤوليته ديالها. أنا نخدم هكذا، يعني ما عندناش. فهمت السؤال ديالك. بالنسبة للصحافة، أنا راه بابي مفتوح في أي وقت، لكن ماشي واحد يعيط لي في التليفون على 12 تاع الليل على قداش نطر الماء. التليفون راني نقول لكم خوتي، راني واجد كل يعني ندير لكم ندوه صحفيه شاك سومان، يعني اون فوا بار سومان موجود، نعطيكم واش الصرا كيفاش راح نلعبوا كيفاش، راني موجود. لكن باش واحد زعما التليفون يعيط لي ودير لي انترفيو في التليفون دو كاستيون، راني ما نمشيش. وقولوا لي تقولوا راه كيف كيف راكم خاوه، رانا خاوه من دوك نديروا. قولوا لي تقولوا راهي نفس الشيء، نعرف المهنه تاعي، نعرف نهار يكون الريزلتا كيفاش انا، ونعرف نهار ما يكونش الريزلتا كيفاش انا. هذه راهي حياتي كامله راهي في الاتيرا، نعرف هالشيء. لكن يكون الاحترام، انا مفتوح للصحافه، نربح ولا نخسر كيف كيف راه. شوفوا في جديده، شوفوا كنت في الراجع، شوفوا راه نورمال، راه ما عنديش مشكل. نتكلم ونقول لك علاش، ونقول لك وانت تدخل تنتقد، والنقد تاعك اذا بدنا نخبيه، اذا النقد تاعك فيه سوء نخليه على جهه وصلت على النبي. كنا نخدموا غادي نقدموا اللاعبين اللي يلتحقوا بنا هنا من الصف باش ياخذوا معنا هذا المحتوى. كل شو